هسه احنا هذه البحيره، بس خلي نشوف هنا. حبايبي ما زلنا مستمرين نتنقل بالمدن ونستكشف المدن. حاليا احنا تحديدا قريبين على حدود سويسرا، بين فرنسا وسويسرا. قلت لكم سابقا هذا المثلث اللي صاير بين ايطاليا وفرنسا وسويسرا، الريف هنا، مكانات روعة، جبال، بحيرات، انهار، يعني كل شيء موجود بهذا المكان. السلام عليكم حبايبي، رجعت لكم بفلوق جديد. تعرفون احنا بدينا مشروع استكشاف المدن الاوروبية وبدينا سوينا عدة رحلات، فاليوم بعدني أنا متواجد على حدود سويسرا بين فرنسا وسويسرا. فحاليا شاهدت بحيرة واستوقفت السيارة وحاب نروح نشوف هذه البحيرة مع بعض. تعالوا وياي ولا تنسون الدعم باللايك وخلونا نبدأ الفلوق. يلا تعالوا. سنة 1856